السلام عليكم أستاذ طنطنة فاضل. بهذا الفيديو راح أوضح لكم الطريقة اللي نسوي بها امتحان إلكتروني باستخدام منصة جوجل كلاس روم. هذا هو الصف الإلكتروني اللي أنا مسويه لطلابي. نجي إلى كلاس وورك، من خلالها نجي إلى كرييت، ومن ثم كويز أساينمنت. راح تظهر أمامي هاي الشاشة. هنا أنا نعطي اسم الكويز، مثلا نسميه كارست كويز. من هنا نقدر نحدد الوقت والتاريخ لهذا الامتحان، مثلا اقول له هذا الكويز يوم 11/4، الوقت مثلا الساعه 12 الا دقيقه بي ام. اوكي، نجي الان الى بلاك كويز حتى نخلق الاسئله مالتنا. كليك عليها راح تفتح لي نافذه جديده هي جوجل فورم. هنا أنا اكتب اسم الكويز، مثلا فارس كويز. هنا بمكان بلانك كويز هم اكتب مثلا فارس كويز، هذا راح يكون الاسم. نجي الان الى الاسئله. من هنا اقدر اغير نوع الاسئله، مثلا اريد بالبدايه اسم الطالب فاختار شورت انسر. السؤال هو شنو ستودنت full name، سوري هاي اسم خطأ. اوكي، هنا الطالب يكتب اسمه. اجي الى انسر كي، انتبه لهذا المكان انسر كي، اقول له هذا السؤال البوينتس مالته صفر، يعني ما اعطيه اي ويت. دان هسه اريد اخلق سؤال ثاني، اجي من هنا على دوبليكيت. طبعا هذا قبل ما انسى تقول له ريكواير، يعني لازم الطالب يجاوبه. اجي على دوبليكيت، شنو نوع هذا السؤال؟ مثلا اريده هذا السؤال مالتيبل تشويس، اختار مالتيبل تشويس، اكتب السؤال شنو هو؟ مثلا هاو ماني ريفرز ان عراق. الاوبشن الاول اقول له 1، الاوبشن الثاني مثلا هذا اقول له 3، الاوبشن الثالث اقول له مثلا 4، والاوبشن الرابع اقول له مثلا 2. اوكي، هذا السؤال اتاكد انه ريكواير. اجي للانسر كي، كم نقطة تريد على هذا السؤال؟ مثلا اريد 10 نقاط. يا هو الجواب الصحيح لازم احدده، اقول له مثلا هذا هو الجواب الصحيح. دان اوكي، هسه هذا السؤال كمل عندي. اجي اريد اسوي سؤال اخر، اقول له دوبليكيت، اكتب هنا أنا السؤال اي شيء اريده، مثلا هيك راح اكتب. الخيار الاول هو هذا، الخيار الثاني هذا، اوكي، الخيار الثالث هذا مثلا، ما اريد خيار رابع الغيه منه، ثلاث خيارات. اجي الى انسر كي، كم درجه اريد على هذا السؤال؟ مثلا اريد 5 درجات. الاجابه الصحيحه نفرض هذه، احددها واقول له دون. اوكي، هسه هذا صار عندي. اريد بعد سؤال ثالث، السؤال هو هذا، الاجابات هذه، هاي الاجابه الاولى، هاي الاجابه الثانيه، وهذه الإجابة الثالثة مثلا. أوكي، أنصار كي، شوف هنا أنا شو محدد لياه الصحيح مال السؤال القبلة، لأن أنا سويت دوبليكيت، وأوخر منها التحديد، أقول له مثلا هاي هي الإجابة الصحيحة، وعدد الدرجات اللي أريدها 5 وأريد أكثر بعد حسب ما أنت حسب الأسئلة، أقول له دان. هسه كملت عدي الأسئلة. اريد اسوي السيتنجز العام لهذا الامتحان، اجي من هنا على سيتنجز، اضغط عليها جنرال. عندك هذا الخيار restrict to users in University of Babylon. الايميل اللي انا مسوي بيه الكلاس مالتي هو على جامعه بابل، بس الطلاب المشاركين يجوز مستخدمين جيميل عادي، فلازم اوخر هذا لان ما يقدرون يدخلون الى الامتحان. بعد اقول له limit to one response، حتى كل طالب يقدر يسلم لي الاجابه لمره واحده. اوكي، اقول له سيف. هسه هاي عندي انخزنت. بعد عندي بالسيتنجز، خلي ارجع لها. إذا تجي مثلا إلى برزنتيشن،
عندك شفل كويشن اوردر، هذا الخيار. هذا ايش راح يسوي؟ كل طالب يطلع له تسلسل الاسئله بطريقه مختلفه. اشره عندي هنا بكويزز، مثلا اقول له لا تظهر للطالب الكوركت انسر، هذا او اختارها. Respondents can see the correct answer أو أخرها، أقول له سيف. الآن انخزن عدي الامتحان كامل، ضيف الأسئلة بقدر ما أنت تريد. بعد ما كملت وين ترجع؟ إلى الكلاس روم لهنا، هذا الكلاس وورك الكويز. شو أقول له؟ أقول له أساين. مجرد أقول له أساين راح يظهر هذا الكويز إلى الطلاب جميعا. أتمنى أن يكون هذا الفيديو واضح ومفيد بالنسبة لنا جميعا إن شاء الله، وشكرا لكم جميعاً.